خبر السعد والهنا الذي أسلج قلوب أصحاب المعشاق. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر، من فضلك اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وزير المالية صرف زيادات المعاشات والعلاوات الدورية أول يوليو. إليكم التفاصيل. قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الدولة تسعى لتخفيض نسبة العجز خلال الثلاث سنوات الماضية بهدف تقليل الاقتراض من الخارج، ولكن جائحة فيروس كورونا تتطلب زيادة في النفقات. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم، إنه تم تخصيص 450 مليون جنيه لتأمين وتطهير لجان امتحانات طلبة الثانوية العامة، مشيرا إلى أن هناك 8 مليار جنيه زيادة في مخصصات وزارة الصحة بسبب الأزمة الحالية. وأوضح أن أزمة فيروس كورونا من بدايتها كانت شديدة، وهو ما أصاب المستثمرين بحالة من الهرع، بالإضافة إلى توقف النشاط السياحي والتجارة العالمية كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي. مضيفا الأزمة ممتدة بسبب عدم وجود علاج حتى الآن. كما أكد أن احتياجات الدولة مؤمنة وسيتم صرف زيادات المعاشات في بداية أول يوليو، بالإضافة إلى صرف العلاوات الدورية والحافز الإضافي وتخفيضا على ضريبة كسب العمل وغيرها. خبرنا الثاني في هذه النشرة وهو بعنوان هيئة الأرصاد الجوية تحذر من موجة شديدة الحرارة بداية من هذه التوقيت. إليكم التفاصيل. من الخميس للسبت الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة. قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التنبؤات الجوية للهيئة العامة للأرصاد الجوية إن نسبة الرطوبة التي وصلت اليوم ل 75%. وكشفت وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد عن ارتفاع درجات الحرارة خلال ال 72 ساعة القادمة، والذي من المقرر خلالها أن يسجل يوم السبت القادم 38 درجة مئوية. وأشارت الدكتورة إيمان شاكر إلى أن درجات الحرارة ستعود الانخفاض مرة أخرى لتصل يوم الأحد القادم إلى 34 درجة مئوية. وقالت إلى أن الطقس الحالي يشهد تذبذب في درجات الحرارة ما بين 3 إلى 4 درجات، والذي يشعرنا بالحرارة خاصة خلال فترة الظهيرة. وتابعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن نسبة الرطوبة تشهد تفاوتا ما بين فترة لآخر وفقا لانخفاض أو ارتفاع في درجات الحرارة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشبورة خفيفة صباحا، والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل يكون لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح تكون نشطة. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد. وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف ليلا. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر فهي كالآتي:
درجة الحرارة في القاهرة 36-21، شبين الكوم 36-20، طنطا 36-20، دمنهور 33-20، الإسكندرية 31-22، بلطيم 30-21، مرسى مطروح 25-20، السلوم 30-21، سيوة 38-23، بورسعيد 29-22، دمياط 27-21، الزقازيق 36-21، الإسماعيلية 36-21، والسويس 36-21، أما في العريش 31-20، وفي رفح 29-19، وفي رأس سدر 32-21، وفي نخل 32-21، وفي نويبع 35، وفي طابة 32، في سانت كاترين 32، وفي الطور 30، في شرم الشيخ 37، في الغردقة 38، مرسى علم 35، الفيوم 38، بني سويف 38، المنيا 38، أسيوط 39، سوهاج 40، قنا 41، والأقصر وأسوان 42، وأبو سمبل والوادي الجديد 41، وشلاتين 37. خبرنا الثالث في هذه النشرة وهو بعنوان: تعرف على ما حدث في سعر الدولار في البنوك المصرية صباح يوم الأربعاء 10/6/2020. إليكم التفاصيل. سعر الدولار في البنوك 10/6/2020. سعر الدولار في البنوك يوم الأربعاء شهد استقرار بعد انخفاضه بمعدل قرش واحد مقارنة بما كان عليه أمس الثلاثاء، ليسجل طبقا لما جاء بتسعيرة البنك المركزي المصري 16 جنيه و13 قرش للشراء مقابل 16 جنيه 23 قرش للبيع. وصل أدنى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد في المصرف المتحد العربي الدولي والبنك الأهلي وبنك مصر ب 16 جنيه و12 قرش للشراء و 16 جنيه و12 قرش للبيع. كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك HSBC التجاري الدولي وكريدي ارجيكول ب 16 جنيه و13 قرش مقابل 16.23. كما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي الكويتي ومصر إيران للتنمية ومصرف أبو ظبي الإسلامي والعربي الأفريقي والاستثمار العربي والكويت الوطني وقناة السويس والتنمية الصناعية وعودة، سجل فيهم 16 جنيه و14 قرش مقابل 16 جنيه و24 قرش للبيع. كما سجل سعر الدولار المصري مقابل الجنيه في البنوك بنك بلوم والتعمير والإسكان المصري والخليج البركة ب 16 جنيه و15 قرش للشراء مقابل 16 جنيه و25 قرش للبيع. كما بلغ أعلى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري للتنمية الصادرات ب 16 جنيه و17 قرش للشراء مقابل 16 جنيه و27 قرش للبيع. وأخيرا، أول تحرك برلماني عاجل بشأن زيادة أسعار الكهرباء. إليكم التفاصيل. تقدم النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب ببيان عاجل بشأن قرار زيادة أسعار الكهرباء في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببها تفشي وباء فيروس كورونا. وأكد هيثم الحريري أنه كان ما زال رافضا لسياسة الحكومة لرفع الدعم عن كافة السلع والخدمات في ظل عدم توافر قاعدة بيانات حقيقية تسمح بتوجيه الدعم للمستحقين، مؤكدا أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء في ظل الأزمة العالمية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر والمصريين يؤكد أن الحكومة تفتقد للحث السياسي ولا تشعر بما يمر بها الغاليين الكافحة
الغالبية الكاسحة من المصريين. كما أكد أن نسبة الفقر في مصر قبل الأزمة العالمية تجاوزت 35% من المصريين، وفي ظل الأزمة الحالية ارتفع عدد المصريين الذين أصبحوا تحت خط الفقر متسائلا هل هذا هو التوقيت المناسب لكي يتحمل البسطاء من المصريين المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.